السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناة أسوفت التعليمية، معكم عبد العاطي حمدان. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن موضوع شائع في الفترة الأخيرة، وهو الفاتورة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية. في الفترة الأخيرة جهاز الزكاة والدخل أصدر تعليمات أنه لابد الانتقال إلى نظام الفاتورة الإلكترونية، بمعنى أن جميع أنظمة الفواتير أو برامج الكاشير والاي ار بي وخلافه كلها لابد أن تدعم نظام الفاتورة الإلكترونية. إيه هو نظام الفاتورة الإلكترونية؟ هو عبارة عن ظهور باركود كيو ار كود، بمعنى أدق كيو ار كود يظهر في الفاتورة، وعند عمل اسكان له بالكيو ار كود الخاص بالزكاة والدخل تظهر جميع بيانات الفاتورة من تاريخ وقيمة وضريبة واسم الشركة وكل شيء. دي المرحلة الأولى. المرحلة الثانية من الموضوع أنهم إن شاء الله هيقوموا بعمل ربط متكامل مع الزكاة والدخل، بحيث أن كل شركة هيكون لها يوزر نيم وباسورد وتقوم بالربط مع هيئة الزكاة والدخل، وبالتالي أي فاتورة تقوم بإنشائها تقوم بإرسالها مباشرة إلى هيئة الزكاة والدخل من داخل برنامجك. طيب إحنا حاليا في المرحلة الأولى، والمرحلة الثانية إن شاء الله تطبق في العام القادم 2023. المرحلة الأولى تم تطبيقها بالفعل وهي الـ QR Code. طيب إحنا بما إن إحنا شغلنا كله على مايكروسوفت أكسس، طبعا مايكروسوفت أكسس بيدعم الـ QR Code وبيدعم الفاتورة الإلكترونية بدون مشاكل. فلو حضرتك مطور برامج عبر مايكروسوفت أكسس تقدر تتواصل معايا ان شاء الله، وانا هزودك بالملفات او بالنظام المطلوب لتفعيل الفاتوره الالكترونيه داخل برنامجك بنجاح، يدعم اللغه العربيه واللغه الانجليزيه. ده البرنامج اللي احنا هنبعته ان شاء الله لحضرتك، بيكون فيه موديول تمام، وبيكون فيه بعض الخصائص اللي هتقوم باضافتها لبرنامجك. الموضوع سهل وبسيط جدا، كل اللي انا بعمله طبعا الموضوع بسيط جدا، احنا مبسطين الموضوع يعني قدر الامكان. كل اللي مطلوب منك انك تستخدم داله اسمها ايسوفت كيو ار، وبتضيف من خلالها التكست سيلر نيم اسم البائع او اسم الشركه، وده بيكون نص، والتكست فار تكست فات ار ان اللي هو رقم التسجيل الضريبي الخاص بالشركه، والتكست تايم اللي هو وقت وتاريخ الفاتوره ويكون بصيغه معينه، احنا هندي لك الصيغه دي ان شاء الله، وبتضيف التوتال وبيكون نص، وبتضيف الفات توتال اللي هي قيمة الضريبة وبرضه بيكون نص. يعني بس بتستخدم المعادلة دي عن طريق الموديول اللي انا هديهولك ان شاء الله، لان الدالة دي مش موجودة في الاكسس، الدالة دي احنا مبرمجينها مخصوص يعني للموضوع ده. كل الموضوع، فطبعا بتدخل البيانات بالشكل ده، وبعد كده بتضغط على برنت فتظهر لك الفاتورة بتاعتك بالشكل ده. طيب الفاتورة بتاعتي بالشكل ده، لو انا نزلت برنامج هيئة الزكاة والدخل من الاندرويد او الايفون او ايا يكن، انا عندي البرنامج بتاعي هشغله وهسيب لكم الرابط الخاص بيه على اسفل الفيديو ان شاء الله، بس هعرض لكم الموبايل بصوره سريعه. ده كده الموبايل بتاعي اهو زي ما حضرتك شايف تمام. كل ما عليا ان انا بعمل مسح بالكاميرا بالشكل ده. بمجرد ما عملت سكان للفاتوره ظهر لي هنا انه ده متوافق مع هيئه الزكاه والدخل، واداني هنا اسم البائع والرقم الضريبي ووقت وتاريخ الفاتوره ومبلغ الضريبه ومبلغ الفاتوره مع الضريبه ومبلغ الضريبه، زي نفس البيانات اللي ظاهره امامي على الشاشه. فكده تم تفعيل الـ QR كود. طبعا الـ QR كود هدي لك انا الملفات اللازمه عشان تظهر الـ QR كود، وهدي لك الملفات اللازمه عشان تستخدم الـ ASoft QR الفانكشن اللي احنا استخدمناها هنا. فلو اي تفاصيل او اي معلومات ممكن تتواصل معايا على الواتساب الرقم اسفل الفيديو. شكرا لحسن المتابعه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.